ومن موقع الحادث ينضم معنا مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي. أهلا ومرحبا بك بدر. بدر، يعني ضعنا في آخر المستجدات لديك بعد الضربة التي حصلت يوم أمس، يعني وهناك العديد من الأنباء التي تتحدث عن قطوعات أو إغلاقات للطرق. نعم زميلتي، لغاية الآن الهدوء والقلق يسيطر على المشهد، إن كان ميدانيا وكذلك حتى شعبيا، خصوصا هنا في منطقة المشتل، حيث المكان الذي حصل فيه الاستهداف لأحد القيادات الكبيرة ضمن حزب الله، وأيضا بالإضافة إلى مرافقيه. أتواجد في مكان الحادث بالضبط كما تشاهدين من خلفي، هذا هو المكان الذي تم الاستهداف فيه للعجلة التابعة للحشد الشعبي، وتم مقتل فيه أبو باقر الساعدي بالإضافة أيضا إلى مرافقه. كما تشاهدين الصورة الآن، هنا كان مكان الانفجار، تم استخدام نوع من الصواريخ وهو هايل فاير، هذا الصاروخ لا يحدث أضرار كبيرة. كما تشاهدين المحل المجاور أيضا لمكان الحادث، لم يكن هناك أي أضرار للمحل ولا حتى للقطعة الإعلانية الخاصة بالمحل، خصوصا ونحن نتحدث عن هذا الصاروخ الذي لا يحدث أضرار كبيرة، تم استخدامه بعد أحداث 11 من سبتمبر مع الطائرات التي تكون بدون طيار. لغاية الآن القلق يعني متواجد والخوف عند أهالي خصوصا المنطقة هنا في المشتل، والجميع هنا في العاصمة بغداد ينتظر أيضا مآلات الأمور، ردود الأفعال من قبل الحكومة، خصوصا ونحن نتحدث اليوم عن تطور مستجد على هذا الملف وعلى هذا الصراع. نتحدث عن استهداف جديد حصل داخل المناطق المكتظة بالسكان وأيضا المناطق والطرق العامة، لم يكن الاستهداف في الطرق البعيدة عن المدن المكتظة أو لربما حتى في المقار خارج المحافظات وحدود مراكز المدن. أيضا ما تحدث به القائد العام أو المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، ينتظر الجميع هنا تبعات هذا البيان، خصوصا وأنه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة تحدث عن ضرورة إنهاء التحالف الدولي، بالتالي هذه لغة خطاب جديدة استخدمت عبر هذا البيان. وبعد هذا الاستهداف الذي حصل يوم أمس، فاليوم البيانات تتوالى خصوصا أيضا من الإطار التنسيقي وحديثه عن ضرورة إنهاء مهام التحالف الدولي، بالتالي نتحدث عن لغة خطاب قد تكون حاضرة في الاجتماعات المقبلة للجنة الثنائية الخاصة بإنهاء وجدولة انسحاب التحالف الدولي. وكل هذه المعطيات يترقبها اليوم من يتواجد هنا في الشارع البغدادي، وينتظر أيضا ما ستتجه إليه الأمور في الأيام المقبلة، خصوصا ونحن نتحدث عن بيانات وتصريحات من قبل واشنطن بأن هذه العمليات لن تستمر وأن هذه عمليات هي عمليات تتابعية، بالتالي هذا ما يزيد القلق اليوم عند أبناء العاصمة حول الاستهدافات التي ستكون في المرحلة المقبلة. نعم، مراسل التغيير بدر الركابي، شكرا لك.